تشرفت قبل قليل بلقاء السيد الرئيس عبد المجيد تبون، وحظي هذا اللقاء باهتمام عالي من السيد الرئيس نقل خلالها تحياته واعتزازه بالعلاقة الخاصة التي تجمعه بأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه، ومتمنيا أيضا أن تكون هذه العلاقة المميزة أن تعزز أكثر في مختلف العلاقات ذات الطابع الاقتصادي، وتعزيز أيضا مسألة نقل البضائع الجزائرية والأمور كل ما يتعلق بالأمور التجارية. الجزائر حباها الله بنعم وفيرة من ثروات طبيعية، ونتمنى أن تكون هذه محكومة في إطار العلاقة الخاصة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبما تبنى عليه من حكمة هذين القائدين في تعزيز مصلحة البلدين بكل ما يتعلق الأمر بمصالحهم المشتركة التي تعود بالنفع الأخوي على الشعبين الشقيقين.